مع المزيد من معامل الامتصاص الحراري. طبعا هناك يعني أجسام تختلف أو يختلف إذا كان يعني معدل الطاقة الساقطة أو إنه ما يعكسه الجسم من طاقة ساقطة عليه. طبعا معامل الامتصاص الحراري لابد من إنه نذكر قاعدته A إبسلون تساوي الطاقة الممتصة على الطاقة الكلية الساقطة. إذا يعني هنا سنوضح إنه اختلاف الأجسام تمتص الطاقة بشكل مختلف، لماذا يعود على اختلاف الأجسام؟ مثلا عندنا الجسم الأسود بلاك بودي سنتحدث عنه، وهذا ما يوضح فجوة تمثل الجسم الأسود، إنه إذا سقط الإشعاع الحراري على جسم فإن جزء منه ينعكس عن سطح هذا الجسم وجزء آخر ينفذ خلاله، أما الباقي فيمتصه الجسم مكسبا جزيئات أو طاقة حركية تؤدي إلى رفع درجة حرارته، والسطوح التي تشع الحرارة بدرجة جيدة تمتص الحرارة بالجودة نفسها. هذا يعني أن السطوح رديئة الإشعاع هي أيضا كذلك رديئة امتصاصها للحرارة. إذا وهنا السؤال، هل هناك جسم يمتص كل الإشعاع الساقط عليه؟ توصل العلماء إلى أنه لا يوجد جسم مثالي في الطبيعة يقوم بذلك، ولكن من الناحية العملية يمكن اعتبار الجسم الآتي جسما أقرب ما يكون إلى المثالية، وهو كرة جوفاء خشنة من الداخل ومطلية بالسناج، حيث أن السناج يمتص تقريبا 95% من الأشعة الساقطة عليه، وللكرة ثقب صغير وإذا سقط الإشعاع عليها أو إذا سقط الإشعاع إذا سقط شعاع إلى داخلها من خلال هذا الثقب فإنه ينعكس على جدرانها الداخلية حتى يتم امتصاصه بالكامل ولا يخرج منه شيء. إذا هنا الزوايا الانعكاس والسقوط في داخله وارتداد وانعكاس وكذا حتى لا يخرج منه شيء. ومن هنا فالجسم الأسود يمتص كل الإشعاع الساقط عليه، أي أنه ممتص مثالي، وهذه الطاقة الممتصة يشعها ثانية على شكل إشعاع حراري أو أشعة تحت الحمراء، وكذلك يشع طاقة أكثر من أي جسم آخر مساو له في درجة الحرارة، لذا فهو مشع مثالي أيضا. لابد من ذكر أن الشمس تعد جسما أسود مع أنها ليست سوداء، فمصطلح الجسم الأسود لا يشير إلى لون الجسم.